اهلا بحضراتكم من جديد عايز اكلم بقى حضراتكم عن النجاح الحلو النجاح الحلو اللي حضراتكم شفتوه خلال الاسبوعين اللي فاتوا وكأس الرابطة اللي شدت كل الجماهير الأهلوية بداية مباراة الجونة مباراة الاسماعيلي مباراة الموالين العرب والناس بدأت تتابع إن احنا عندنا مش صف تاني إحنا عندنا صف ثالث من لاعبي النادي الاهلي ما شاء الله عندنا قطاع ناشئين ولاد زي ما بيقولوا علشان نشوف النجاح ونشوف فريق كبير او عدد كبير من اللاعبين يلعبوا في وقت واحد اكيد في شغل كتير الشغل ده ما جاش صدفه ما جاش في يوم وليله في تخطيط بقاله ثلاث سنين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط بداوا يحطوا تصور ازاي يبقى عندنا قطاع ناشئين قوي في النادي الاهلي ازاي نشوف اللعيبه اللي ظهرت دي التخطيط بدا من ثلاث سنين بس قبل ما احكي لكم تعالوا احنا نشوف قلنا ايه عن اللعيبه اللي موجوده وحضراتكم شفتوها خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. الحمد لله النهارده لاعبي اه قطاع الناشيب النادي الاهلي في مباراه الاهلي امام الغابه ظهروا بشكل النهارده مميز. يعني لو مسكنا واحد واحد محمد مغربي النهارده أدى مباراه كبيره جدا. رغم ممكن تكون دي ثاني مباراه او تاني مشاركه ليه مع الفريق الاول. هو مدافع بيلعب برجليه الشمال بيجيد التحضير من تحت بيجيد الكرات الطولية بيلعب نفس الدور اللي بيلعبه أيمن أشرف مع الفريق الأول أيضا كمان بيمتاز بالطول فالنهاردة تقييمنا لمحمد مغربي النهاردة أدى مباراة كبيرة زياد طارق برضو خامة مبشرة جدا لعيب أشول كان تم تعارته الموسم السابق لنادي الإسماعيلي ما لعبش كتير في نادي الإسماعيلي رجع بيته مرة أخرى نادي الأهلي موسيماني حابب يشوف اللعيبه كلها والناس كلها النهارده برضو ادى بشكل رائع عايز اروح لاحمد سيد غريب احمد سيد غريب اللي شارك الشوط الثاني احمد سيد غريب كان اضاع فرصتين سهلين بلغه الكره في الشوط الثاني لكن لما بنتكلم في المجمل على خامه احمد سيد غريب هو لاعب واعد لاعب صاعد لاعب مبشر كمان النهارده شفنا الشيء الايجابي ان هو بيجيد التحركات صالح نصر رجع مره اخرى من وادي دجله كان موجود في وادي دجله وبرضه نفس الكلام ما شاركش كتير هو ومحمد فخري، لكن النهارده لما نتكلم عن التجربه لا هي تجربه مفيده جدا للاعبي النادي الاهلي، احمد سيد عبد النبي. انا بقول لكم من دلوقتي افتكروا معايا الاسم ده، احمد سيد عبد النبي، لو احنا بنتكلم عن باك رايت للنادي الاهلي، احمد سيد عبد النبي وافتكروا معايا الاسم ده. احمد سيد عبد النبي يعني اخر اسم انا قلته ده اللي لاعب شارك في مباراه الاسماعيلي عشر دقائق وشارك برضه في مباراه المولين خد مساحه كبيره كل اللعيبه دي احنا اتكلمنا عنهم خلال السنين اللي فاتت كنا دايما بنقول عندنا لعيبه مميزه عندنا اهم حاجه في اللعيبه دي عندها شخصيه النادي الاهلي تخيل النهارده ولاد صغيره وانا دايما هقول عليهم ولاد صغيره ان احنا بداناهم هم صغيرين اللعيبه الصغيره دي لما تكون خسرانه من الاسماعيلي 1-0 الاسماعيلي الإسماعيلي فرقة كبيرة، تاريخ كبير، نجوم كبار، وتقدر ترجع في الدقائق الأخيرة من المباراة، يبقى ده شخصية النادي الأهلي، يبقى ده ولد صغير أو لاعب صغير اتربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. لما برضه نفس الكلام في مباراة المقاولين والنجوم والمقاولين بي... دي مباراة الإسماعيلي أحمد سيد غريب. الثواني الأخيرة ركلة الجزاء وهو بيروح شوفوا كمان أحمد أشرف، أحمد أشرف الولد الصغير ده اللي راح يجيب الكوره وده من هقول عليهم ولاد صغيره راح يجيب الكوره بعد الهدف من شباك الاسماعيلي علشان ده فاضل دي عشان عايز اكسب الاسماعيلي دول اتربوا دول اتربوا داخل قطاع ناشئين النادي الاهلي دول شخصيه النادي الاهلي زي ما احنا شايفين مباراه المولين زياد طارق زياد طارق ده اللي انا كنت بتكلم عنه من شويه بقول عندنا ولد كويس اسمه زياد طارق في قطاع الناشئين لما لعب مباراه الجونه مباراه الاسماعيلي بدا يثبت نفسه اكتر مباراه المقاولين بيحرز هدف هدف مين اللي بيعمله له محمد اشرف الباك ليفت هو الولد الصغير لقطات كتير لقطات كتير حلوه في الثلاث مباريات اللي فاتوا اللقطات دي بتنم ان عندنا ولاد صغيره تربت داخل قطاع الناشئين تاني اللقطه دي الهدف مين اللي راح يجيب الكره من الشبكه احمد اشرف ده لاعب وسط المدافع علشان فاضل دقيقه وبقول للعيبه يلا يلا علشان عايزين نكسب النهارده تكسبوا مين لاسماعيل الفريق الاول لإسماعيل في رقم 39 ده 39 أحمد أشرف نروح لمباراة المقاولين التانية والنادي الأهلي بيجيب هدف وكمان بيسجل هدف تاني بيتلغي وعندك شخصية النادي الأهلي هو ده المكسب الحقيقي المكسب الحقيقي لما تشوف النهارده اللعيبة مصطفى شوبير ما شاء الله عليه شخصية النادي الأهلي حارس كبير كانت الناس تقعد تقول أصل بيتجامل هنا كنا بنزيع المباريات على الهوا ونعمل استوديو التحليلي والناس بدأت تشوف مصطفى شوبير ده فعلا حارس موهوب بدأ ياخد مع الفريق الأول فعلا حارس موهوب وعنده شخصية النادي الأهلي تخيل النهارده مصطفى شوبير هو بيبدأ الهجمة من تحت برجله عنده ثقة حارس مرمى كبير كأنه بيلعب بقاله سنين في الدرجة الأولى ما عندوش الرهبة هو وكل زمايله الرهبة دي راحت عارفين ليه علشان كنا بنزيع الماتشات هنا ونعمل استوديو تحليلي ونحلل الولاد تح... الفنيات بتاعة الولاد ويبدأوا يشوفوا نفسهم فخلاص هو ما تفاجئش هو عاش التجربه دي مره واتنين وعشرات المرات في قطاع الناشئين بالاستوديو التحليلي اللي هنا بشكر قناه الاهلي والمسؤولين انهم ادونا الفرصه علشان نطلع الناشئ تحت شخصيه النادي الاهلي. اللعيبه اللي لعبت انا حابب اقول اسمائها كلها مصطفى شوبير محمد اشرف الباك احمد سيد عبد النبي الباك رايت محمد نصير عبد الرحمن مانو محمد مغربي في نص الملعب احمد اشرف في الباك برضو المساكين احمد محمد شرقيه نشوف محمد فخري زياد طارق احمد سيد غريب رافت خليل محمد ياسر محمد ياسر ده المهاجم اللي نزل في ورات المواعين 10 دقائق ولفت الانظار كلها الناس بدات تروح معاه كمان عندنا عبد عبدالرح عبد الجواد عبد الرحمن الناس اللي ما شاركتش صالح نصر شارك في مباراة الجونة في الأول عشر دقايق حمزة علاء عندنا كمان محمد نصير محمد نصير محمد نصير ده اللي كان بيلعب مساك ثالث كان مستر موسيماني بيلعب محمد مغربي عبد الرحمن منو في القلب وكمان محمد نصير ناحية يمين مساك بالمناسبة ده مش ده مركز محمد نصير لكن الطريقة اللي بيلعب بها موسيماني عايز يوظف في المكان ده لعب محمد نصير ده بيلعب وسط ملعب مدافع تخيل النهارده لما تجيله الفرصه وبيلعب في مكان غير مكانه ويأدي بالشكل ده يبقى ده لعيب اتربى داخل قطاع الناشئين النادي الاهلي. بالمناسبه بشكر كل النجوم وكل الناس اللي اسنت على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وشكرت في اللعيبه دي لازم ندعمهم. الحاجه الثانيه عايز اقول لهم برضو رساله لسه المشوار طويل احنا لسه بنبتدي لسه اول سلمه في مشوار طويل تواضع تدريب الكويس حافظ دايما على تدريبي احافظ على نفسي عشان دايما يكون في نجاحات لكن عايز ارجع بقى للتخطيط السليم علشان نشوف النجاح الحلو ده ثلاث سنين كابتن محمود الخطيب حط السياسه هو لجنه التخطيط بداوا يشتروا لعيبه مميزه زي ما انت بتشتري الفريق الاول بارقام كبيره وتبدا تحط في قطاع كتاع... تبدا تحط لعيبه الفريق الاول انت برضه شغال في خط متوازي في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تشتري لعيبه مميزه زي عمار حمدي زي محمد فخري زي محمد ياسر محمد ياسر ده جاي من شربين عمار حمد جاي من النصر بتبدأ تشتري لعيبة زي مصطفى مخلوف حارس مرمى لسه جاي قدام لعيبة صغيرة تبدأ تشتريها وهي صغيرة وتحطها في قطاع الناشئين النادي الأهلي يبدأوا يشربوا قيم ومبادئ وروح وشخصية النادي الاهلي علشان نشوفهم في الوقت ده طبعا زاد حاجات كتير اتعملت بنيه تحتيه علشان تطلع ناشئ كويس لازم يبقى ارض الملعب كويسه بنشوف وكنا بنذيع المباريات ملعب اربعه ملعب المباريات حاجه هايله بنشوف كمان ملاعب التدريب حاجه ممتازه ملاعب الاكاديميه اللي بيتمرن عليها البراعم اتغيرت بعد ما كانت قعدت عشر سنين ما اتغيرتش اتغيرت من سنتين او ثلاث سنين فاتوا بنشوف كمان غرف الملابس بتاعت المدربين وبتاعت اللاعبين بنشوف قاعات المحاضرات بتاعة بروكتش اللي بيحاضر فيها المدربين واللاعبين بنشوف كمان مدير فني أجنبي هيكون ضيفنا النهارده هيتكلم كمان وهيشرح ويعرف الدعم الكبير اللي حصل ليه خلال الفترة اللي فاتت علشان نشوف النجاحات الكبيرة قبل ما أروح لمستر بروكتش برضه عايز أتكلم عن حاجة برضه مهمة الفترة اللي جاية النادي الأهلي مقبل على بطولة مهمة جدا كاس العالم للانديه. بطوله بيترقبها كل الاهلاويه. بطوله بنتمنى ان احنا نروح فيها لنقطه ابعد من المركز الثالث. ناخد مركز ثاني، مركز اول تبقى خطوه وتاريخ جديد للنادي الاهلي، بيسطر في تاريخه، كاس العالم الأندية حال النادي الاهلي خلال الفتره دي مش افضل حاله، مش افضل حاجه. مش افضل حاجه من حيث الاصابات، احنا لما رحنا البطوله اللي فاتت كانت في الدوحه كان أفضل استعداد كل اللعيبه متاحه الموسيماني علشان كده حانا مركز ثالث عندنا اصابات عندنا بدر بنون من عناصر المهمه مش هيكون موجود اكرم توفيق من عناصر المهمه مش موجود صلاح محسن عندنا حسام حسن محمد محمود احمد نبيل كوكا عندنا عناصر مؤثره عندنا برضو لعبة المنتخب اللي احنا بنتمنى لهم كل التوفيق في الاول وفي الاخر بيلعبوا باسم مصر مش موجودين موجودين مع منتخب مصر في ديانج منتخب مالي معلول منتخب تونس فبعض العناصر برضه المهمه مش موجوده معاك فانت النهارده انت رايح البطوله مش في افضل حالاتك ايه المطلوب خلال الكم يوم اللي جايين قبل البطوله دي المطلوب من مصر موسيماني عندنا لعيبه عايزين نجهزها علشان البطوله المهمه دي عندنا محمود وحيد عندنا رامي ربيعه عندنا ياسر ابراهيم عندنا محمد هاني عندنا لعيبه مهمه عندنا طاهر عندنا حسين الشحات عندنا قفشه بيرسي تاو ميكسوني يعني احنا بتكلم في فرقه في فرقه تانية فرقه تانية عندنا ماتشين مهمين جايين خلال الفتره اللي جايه في كاس الرابطه عندنا مباراه سموحه والبنك الاهلي بس نصيحتي بقى المستر موسيماني واحنا بقالنا فتره كبيره ما لعبناش مباريات من يوم 26 12 ل 26 واحد ما يقرب من شهر النهارده اللعيبه اللي بقولها دي ما ينفعش انها تاخد ال 90 دقيقه مره واحده في مباراه سموحه اول حاجه الثانيه لو خدوا 90 دقيقه ما جيش بعدها باربع ايام ياخدوا 90 دقيقه بتاعت مباراه البنك الاهلي ممكن يحصل اصابات هنا في الوقت ده علشان كده توزيع الاحمال على اللعيبه دي مع العناصر الشابه اللي نورت اللي احنا شفناها مهم جدا علشان نقدر نلاقي كل اللعيبه موجوده ان شاء الله على مباراه مونتير المكسيكي بالمناسبة مباراة مونتريال المكسيكي ده هتكون يوم خمسة إن شاء الله فبراير مباراة صعبة مباراة صعبة جدا مونتريال المكسيكي لعب امبارح مباراة في الدوري المكسيكي كان متأخر امبارح 2-0 كان مطرود منه لعيب وهنشوف دلوقتي أهداف المباراة قدروا يرجعوا في الدقيقة 93 سبعة 97 في اخر دقائق في المباراه، يا ريت لو عندنا الاهداف نعرضها واحنا بنتكلم. دي اهداف المباراه امبارح وتعادل مونتيري في اللحظات الاخيره. الفرقه متجمعه دلوقتي. عنده روحه روح عاليه انه يرجع في اخر خمس دقايق ولا اخر سبع دقائق. واقف بدنيا دلوقتي كويس. النهارده حتى ترتيبه في الدوري السابع. ده الهدف الاول، الهدف الاول تسديده في الدقيقه 93. الدقيقة 93 ومونتيري متأخر بهدفين وكان مطرود منه واحد ده الهدف الثاني كان في الدقيقة 97 وقدر يرجع للمباراة كان بيلعب امبارح كروز ازول ده ترتيبه الأول في الدوري المكسيكي ده ترتيبه الأول في الدوري المكسيكي لما بنقول مونتيري في المركز السابع لكن بفرق نقطتين عن المركز الأول بفرق نقطتين بس عن المركز الأول لعب ثلاث جولات في الدوري المكسيكي تاني أفضل خط هجوم أحرز أربع أهداف في الثلاث مباريات عنده خط هجوم مميز بدنيا كويس جدا دايما الكرة المكسيكية بتمتاز أو كرة آآ آآ الكرة اللاتينية بتمتاز بالمهارة فالنهارده عندك المهارة زائد السرعة زائد بدنيا واقفين كويس أتمنى إن شاء الله كل التوفيق لعيبة نادي الأهلي إن البطولة اللي جاية كأس العالم للأندية بطولة نتمنى إن شاء الله ان احنا نحقق فيها مركز افضل مركز الثالث ويبقى تاريخ جديد بيسطر لتاريخ لعيبه النادي الاهلي هنعرض برضو الجدول الجدول ده الترتيب الدوري المكسيكي علشان نشوف مونتيري فين في الجدول اه هو في المركز السابع زي ما احنا شايفين دلوقتي مونتيري في المركز السابع لكن لما نشوف فرق النقاط ما بينه وما بين المركز الاول نتكلم في نقطتين ثلاث ماتشات يعني مونتيري عنده خمس نقاط وكروز ازول ده المركز الاول عنده سبع نقاط لكن النهارده بنتكلم عنده اربع اهداف في ثلاث مباريات فالنهارده بنتكلم في اقوى خط هجوم او ثاني خط هجوم في الدوري المكسيكي نتمنى كل التوفيق في النهايه لعيبه النادي الاهلي وان شاء الله اللعيبه كلها تكون سليمه قبل مباراه مونتيري وكل التوفيق لاعبي النادي الاهلي نروح لفاصل وبعد الفاصل مستر بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي